سبب نزول الوزن ببطء، رغم ما هي واحدة بتقول يعني انها منع السكر والحلويات ومقللة نشويات وبتمارس كمان رياضة الكارديو. طيب هو سبب ثبات الوزن او نزول الوزن ببطء، مبدئيا انك بتنزلي وزن ببطء ده مؤشر خير جدا، انك بتعملي رياضة ده معناه ان انت على الوزن على الميزان، ممكن تكوني بتنزلي ببطء عشان عضلاتك هي اللي بتكبر وبتتقل، العضلات بتتقل مع الرياضة، والعضلات دي هي اللي اتقل من الدهون. يعني احنا لو دلوقتي نسبه الدهون قلت معانا ونسبه العضلات هي اللي زادت، يبقى ده مؤشر خير جدا، لان احنا عايزين نسبه العضلات، احنا مش عايزين نسبه الدهون. فممكن نلاقي جسمنا شكله ظبط وبقى احلى كتير وكل حاجه، لكن وزننا على الميزان ثابت او ازيد كمان شويه، ولكن شكلنا حلو. ده معناه ان العضلات هي اللي زادت في الجسم وهي اتقل من الدهون. طيب نخش بقى في موضوع تاني، اللي هو الناس اللي ثابته وزنها او ما بينزلش وزنها، بيبقى ليها اسباب كتيره جدا جدا جدا، خلينا نركز فيها. مبدئيا السن من الحاجات اللي بجد 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 لازم نركز قوي. كل ما بنكبر شويه كل ما الحرق بيقل. نرجع برضو لنفس النقطه، العضلات كل ما بنكبر العضلات بتقل نسبتها تدريجيا، بتفضل تقل كل سنه. يعني انا لسه سامعه امبارح في حد كان بيتكلم على موضوع العضلات، ودي طبعا كلها بتبقى ابحاث، خلاص ان كل سنه الست ممكن تنزل من كتله العضلات حوالي 1%. طبعا يعني كلها نسب، بس هو كل سنة فعليا بننزل من نسبة العضلات بتاعتنا. احنا بنيجي عند عمر معين بدل ما تزيد العضلات بتبتدي بقى الكيرف ينزل، فكل ما بنكبر بينزل معانا، وخصوصا بعد سن الـ40 بيبتدي بشكل واضح بقى جدا نلاحظ فعلا نزول العضلات وزيادة الوزن. اول ما العضلات تنزل زيادة وزن على طول، خلاص لان حرق مش زي الاول، فلازم رياضة. دي حاجة. طيب ايه كمان؟ ممكن هرمونات، لخبطه هرمونات بتوقف اوقات الايه الحرق، ما بتخليش الحرق زي الاول، فلازم الواحد يشوف برضو الهرمونات. طب الغده الدرقيه ممكن في اي عمر على فكره، مش لازم في عمر كبير. طب ايه كمان؟ لو ناقص عندنا في الفيتامينز او المينرالز، يعني عندنا مثلا ناقص فيتامين د ناقص او بي فيتامينز او هتلاقوا دايما لما يكون في نقص في الغذاء ونقص في الفيتامينات او المينرالز بتاثر جدا على الحرق، خلاص. طب ايه كمان؟ الستريس، لو احنا محطوطين طول الوقت تحت ضغط الحرق الكورتيزول بيبقى عالي والحرق بيبقى ضايع خالص. فشوية العوامل دي لازم نركز فيها، واهمهم بقى التغذية. كتير جدا بيفتكروا احنا دلوقتي بنعمل نظام صح والمفروض احنا نخس عليه، ويلاقوا فجأة ان هم ما بيعملوش حاجات صح ومش واخدين بالهم وبيزيدوا، او ثابتين على وزنهم بسبب الغلط ده ومش بينزلوا. فلازم تركزوا كويس جدا بتاكلوا ايه. ونصيحة، اكتبوا كل حاجه بتاكلوها في على مدار اليوم، اكتبوها كده عشان هتلاقوا الثغرات اللي ايه اللي بتعملوها غلط. اكيد اتفرجوا برضو على حلقه 7 خطوات، هتظهر لكم الحاجات اللي بتعملوها غلط على مدار اليوم وانتم مش واخدين بالكم، تمام. ويا ريت ناكل سمك كل اسبوع على قد ما نقدر، عشان من الحاجات اللي بتساعد جدا على رفع الحرق جدا جدا جدا، نقصها فعلا بنلاحظه على طول ان ايه الحرق نزل شويه.